عطينا لا سيترونات. لا سيترونات كدي واخا داكور. الوغ لا سيترونات كنحتاج واحد ايترونس ديال الماء، ايترو ونص ديال الماء، ربعة الحامضات كبار يكونوا فيهم الماء، الواحد يشوفهم فيهم الماء، ربعة معالق صغار ديال سكنجبير غبرة، دوك المعالق صغيورين، معالق صغار ديال سكنجبير اي غبرة، سكنجبير غبرة ماشي هذاك الغبرة، لا لا غبرة لا ماشي لا الغبرة، غير يكون جديد من الحسن يكون زعما جديد. صافي كنعصر لك الحامض مزيان ونصفيه ونزيدو عليك ايترونس ديال الماء وسكنجبير ونخلطو مزيان ونديرو في الثلاجة يبرد مزيان، اللي كيستحمل هذيك الغبره اللي الدور الغبره ما كتبقاش تبان بزاف في هذاك الماء صافي، واللي بغى الحلاوه على يحلي بالعسل وصافي كتجيها يعني سيترونات كتجيها الى فهاد الحلاوه على حسب الذوق كل واحد على حسب الذوق على حسب الذوق، واحد الحلاوه كيما بغى اللي ما غليتش يحلاها بالسكر عادي، اللي ما بغاش يديرها ديك السكرين ولا كنشكرك على الخيمية ديالك الله يبارك فيك ومرحبا بك. انا شخصيا كنحليهم بسكرين. ايه الله يشافي ويعافي يا ربي امين، يلا صباحكم مبروك. شكرا لالا انس ومرحبا بك دائما. اذا مستمعين